السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأبناء من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل الجزء الثاني من فيديو تكوين الأعلاف. المرة اللي فاتت الجزء الأول اتكلمنا عن مكونات الأعلاف اللي هي مصادر النشويات أو الكربوهيدرات، مصادر البروتين، مصادر الألياف والإضافات. دي مكونات العلف، أي علف في الدنيا بيتكون من الأربع عناصر دول، واتكلمنا عنهم بالتفصيل. النهاردة الفيديو الأهم والجزئية الأهم في تكوين الأعلاف. النهاردة الفيديو إزاي تكون علف بأعلى نسبة بروتين وأقل سعر ممكن بدون ما تستعين بأي أعلاف جاهزة من خلال عناصر وخامات الأعلاف المتوفرة عندك في السوق. إزاي نقارن ما بينهم وإزاي نختار مكونات العلف اللي أنا هنشتغل بيه. عاوز اكون علفة معينة بنسبة بروتين 16% 18% 15%، ازاي هنكون العلفة دي بالنسبة البروتين دي بارخص سعر ممكن. اول حاجة عشان تعرف تعمل كده لازم تعرف حاجتين مهمين. اول حاجة ازاي تحسب نسبة البروتين في العلف، ودي انا شرحها في القناة في فيديو قديم، بس هي مش فيديو مستقل، ضمن فيديو تاني ان شاء الله هنعمل بها فيديو بعد الفيديو ده، طريقة حساب نسبة البروتين في العلف بالتفصيل. ده مش موضوعنا النهاردة، بس انت لازم تعرف تحسب نسبة البروتين في العلف عشان تعرف تعمل العلف بتاعتك بالنسبة اللي انت عاوزها. النقطة التانية لازم تعرف بدايل، دي اللي هنتكلم عنها في فيديو النهاردة بالتفصيل، ازاي تعرف بديل كل عنصر وازاي تعرف تختار العناصر بتاعتك اللي انت هتكون منها العلف بتاعك. عشان ابسطها لك وسهلها لك خالص، احنا هنتكلم على علف مركز، يعني الالياف اللي هي المادة الملأة مش هنتكلم عنها، هنستثنيها كده على جنب، وهنختار عنصرين بس، المصدرين بس اللي هم مصدر النشويات ومصدر البروتين. مصادر النشويات ومصادر البروتين، هنقسم العناصر اللي عندنا لمجموعتين، مصادر نشويات ومصادر بروتين. مصادر البروتين هي الاهم وهي اللي بتأثر في سعر العلف، لان هي الخامات الغالية، الخامات الغالية اللي هي الاكساب بانواعها والبقوليات بانواعها. دي تعتبر طبعا كلمة بقوليات معنى كده حبوب نسبة بروتين فيها، البروتين فيها لا تقل عن 19-20%، تندرج تحت اسم بقوليات. نسبة البقوليات هي كل الخامات اللي فيها نسبة بروتين، كل جميع الحبوب اللي فيها نسبة بروتين عالية من فوق 19-18% بطلع، دي كده بقوليات الحبوب. اما الاكساب دي لوحدها كسب، دي عباره عن حبوب استخلص منها الزيت والتفل المتبقي هو ده عباره عن الكسب. المهم هنقسم خامات الاعلاف لجزئين، مصدر نشويات ومصدر بروتين. طب ازاي هنختار كسر فول؟ هنستخدم مثلا الفول، وهنستخدم البازلاء، ولا الحمص، ولا كسب الصويا، ولا كسب السمسم، ولا كسب الكتان، ولا كسب القطن. في انواع خامات كثيره قدامي، استخدم ايه بالظبط كمصدر بروتين؟ مصدر البروتين ده هو اللي بينضاف على العلفة بيرفع نسبة البروتين. مصادر البروتين هي الخامات اللي بتنحط على العلفة ترفع معايا نسبة البروتين اللي أنا محتاجها، وهي الأغلى سعر، سعرها أغلى من مصادر النشويات. طيب دلوقتي إزاي أختار أنا من ضمن المجموعة دي كلها عندي متوفرة مثلا، أختار منهم واحد إزاي بحيث إن نجيب أقل سعر ممكن؟ الاختيار المفضلة الأساسية هي سعر وحدة البروتين. سعر وحدة البروتين يعني مثلا حاليا هضرب لك مثال، حاليا في ارض مصر، طبعا كل اي دولة عربية اي دولة في العالم يحسب على حسب الاسعار اللي عنده، انا بتكلم على اساس في مصر. كسب الصويا سعره النهاردة 7.5 جنيه في الشكارة، الكيلو ب7.5 جنيه، 7.5 جنيه نسبة البروتين فيه 44%، ب8 جنيه 48%. فاحنا هنشتغلوا على السبعة اللي هو 44% بروتين، 7.5 جنيه في الشكارة. تقسم 7.5 جنيه اللي هي 750 قرش على 44، الناتج اللي هيطلع لك هو ده سعر وحدة البروتين. كل ما كان الرقم ده قليل صغير، كل ما كانت هي دي الخامة المطلوبة. يعني المفضلة المقارنة الأساسية بين مصادر البروتين على سعر وحدة البروتين. تقسم السعر على نسبة البروتين الموجودة في الخامة اللي انت عاوز تدخلها كمصدر بروتين. الناتج اللي بيطلع سعر وحدة البروتين كام جنيه للواحد في المية بروتين، هو ده كل ما صغر الرقم
كل ما كان هي دي الخامه الافضل والارخص، مش تقارن على اساس سعر الكيلو. سعر الكيلو لا، سعر الكيلو هتقارن عليه فهي اغلاهم كسب الصويا، ولكن هي ارخص مصدر بروتين، هي اغلى سعر للكيلو. كسب الصويا ناس كتير بتتصل وتشتكي ده الكيلو عندنا ب 9 جنيه، كيلو عندنا ب 8 جنيه غاليه خالص، كسر الفول ب 6 جنيه ب 6 ونص ارخص. لا، لما تيجي تقارن قارن على اساس الوحده، قارن بين كسب الصويا وقارن بين كسر الفول، شوف كسب الصويا قسم سعره على نسبه البروتين في 44 شوف هيطلع لك كام، وشوف كسر الفول. كسر الفول طبعا بالنسبه هنذكر بس على السريع كده، الفول لو انه فول حب حصى نسبه البروتين اللي استخدمها للفول البلدي 25%، فانت لو جايبه فول حصى حب مستحيل هتجيبه ب 6 جنيه طبعا، بس خلينا جبته فول حب ب 6 جنيه، قسم 6 جنيه على 25% شوف هيطلع لك كام، هيطلع لك اغلى من كسب الصويا، سعر الوحده فيه يطلع اغلى. يعني باختصار افضل مصدر للبروتين حاليا عندنا هنا هو كسب الصويا، ولكن بتيجي حالات استثنائيه بيجي بيتوفر عندي كسر بسله بتكون مستورده او جات لها سوسه، جات لها حاجه غير صالحه لاستخدام الادمي، كسر البازلاء يعني، بيجي بتندش وبتخش بتتكسر وبتخش اعلاف حيوانيه، بيكون سعرها كويس، نسبه البروتين في البازلاء حوالي 19%. طبعا بالمناسبه عن نسب البروتين انا هذكر لك ان شاء الله النسب التقريبيه، اللي عاوز نسب تاكيديه ده ياخد اي عينه ويروح يحللها، الذره نفسها من نفس الارض تختلف من موسم لموسم، وممكن تطلع مره تطلع 8 مره تطلع 9 مره تطلع 7، ولكن انا بقول لك هنستخدم نسب تقريبيه، دي كلها هنذكرها لك ان شاء الله في فيديو تاني، نسب البروتين في الخامات اللي انت هتستخدمها، في جميع الخامات اللي بنستخدمها في الاغنام. نسب البروتين التقريبيه، عاوز نسب تاكيديه خد خامتك وروح اديها المعمل يحللها لك. فقلنا نسبه البروتين في البازلاء دي حوالي 19% بروتين، من 19 ل 20%. فهنا ممكن بتيجي ساعات بسعر رخيص بسعر الذره. فهنا في الحاله ديت بتكون حالات استثنائيه، ما بستخدمش الصويا خالص. بستخدم كسر البازلاء بدلها، واذا كنت بستخدم الصويا معاها بستخدم بنسب قليله عشان ترفع معايا نسبه البروتين، لان هي كسر البازلاء لو اكلته صافي نسبه البروتين فيه 19%، ولكن ما يصلحش هو كتغذيه عليه صافي لوحده، لازم نضاف معاه مواد تانية. المهم ده بالنسبه لمصادر البروتين، ازاي تحسب ازاي تختار بالنسبه لمصدر البروتين، قلنا على اساس سعر وحده البروتين. طيب بالنسبه للنشويات، معاك ذره، معاك ذره بانواعها، ذره ابيض ذره اصفر ذره عويجه اللي هي الذره الرفيعه يعني، معاك القمح الشعير الخبز، دي كلها تعتبر مصادر نشويات. ما ينفعش نقارن وحده البروتين سعر وحده البروتين في النشويات دي نقارنها مع اي مصدر بروتين، ما ينفعش نقارن الذره بالفول، ما ينفعش نقارن القمح بكسب الصويا، ما ينفعش نقارن الشعير بالبازلاء مثلا او بالحمص، ما ينفعش الكلام ده. لكن ده بتقارن دي مجموعه لوحدها ودي مجموعه لوحدها. النشويات بنستخدم الارخص، لان دي نقطه فعلا يعني بعد من خلال اتصالات من بلدان عربيه عرفت ان الخامات بتختلف من مكان لمكان. يعني عندنا في مصر الذره ارخص من القمح وارخص من الشعير، ولكن في السعوديه العكس، الذره اغلى من القمح واغلى من الشعير. كذا حتى برضك تقريبا في الجزائر او في المغرب نفس النظام، او في تونس نفس النظام، في ليبيا نفس النظام، الذره اغلى. لا، الذره نسبه البروتين فيها 9% والقمح والشعير 11 ل 12%. يعني ازاي استخدم طالما الذره اغلى؟ ليه استخدمها من مصدر نشويات القمح والشعير؟ ما بستخدمش الذره نهائي في العلفه طالما القمح والشعير ارخص او بنفس السعر، مش ارخص بنفس السعر، يبقى خلاص ما استخدمش الذره نهائي، استخدم القمح والشعير. طبعا التشكيل مطلوب، التنوع مطلوب، حلو، يعني لو الثلاثه بسعر واحد القمح والشعير والذره اخلطهم بنسب متساويه كمصدر بروتين، يعني ال 50 او 60% اللي تستخدمها منهم او ال 70% كمصدر نشويات ممكن تخلطها ما بين الثلاثه طالما سعرهم واحد. القمح والشعير زاد ولكن بنسبه بسيطه عن الذره، استخدم القمح والشعير. يعني مثلا عندنا في مصر حاليا الذره ب 4 جنيه. لو القمح او الشعير ب 4 ونص استخدم القمح والشعير ما تستخدمش الذره. هيرفع معاك نسبه البروتين شويه، هتخفض من الناحيه الثانيه من ناحيه كسب الصويا. هيخفض معاك من كسب الصويا، فهتلاقي العلفه
ممتازه طلع نسبه بروتين اللي انت عاوزها وباقل سعر ممكن. دي اهم حاجه لازم تعرفها في ازاي قبل ما تعمل اي علف عندك. وطبعا النقطه الاهم اللي تاخد بالك منها تغيير نوع العلف، ما تجيش تغيره مره واحده. يعني انا كنت بستخدم مثلا ذره وصويا ونخاله، الذره غلت، القمح رخص، استخدمت القمح الشعير، استبدلت الصويا، لقيت اتحصلت على كسر بازلاء او كسر حمص، دخلت اتغيرت العلفه 180 درجه. ما ينفعش تغير مره واحده، لازم تخلط جزء من العلفه القديمه مع جزء من العلفه الجديده على مدار على الاقل 3 4 ايام. يعني اخر انت بتستهلك في اليوم 100 كيلو علف، اخر 500 كيلو تخلطهم مع 500 كيلو من الجديده وتاكل الغنم بتاعتك، وبعد كده تخش على العلفه الجديده بتاعتك عشان يحصل تغيير العلفه تدريجي، ما يحصلش مره واحده تحصل لكمه وتحصل مشاكل اغنام. اذا الغنم حبت العلفه الجديده اكتر من العلفه القديمه هتاكل بالزياده تتلكم، او الزكاه ما بتحبهاش الغنم هتسيبها خالص مره واحده، هتخس هترجع منك ورا شويه لغايه ما تتعود على العلفه، لان الطعم ليه دور، استساغه الطعم ليها دور مش نسبه بروتين وبس. فعشان ما يحصلكش اي مشكله من المشاكل دي، درج واحده واحده اثناء التغيير من علفه لعلفه. طبعا فانت بتعرف من خلال الفيديو ده كده، المفروض انك تكون عرفت ازاي تستخدم بديل كل عنصر. بديل نشا الذره غلت، استخدم بدلها ايه؟ شعير غلى، استخدم بداله ايه؟ القمح غلى، اشتغل بداله ايه؟ وازاي اختار ارخص مصدر بروتين اللي هيرفع لي نسبه بروتين في العلفه. في النهايه طبعا كده خلصنا من موضوع ازاي تعمل العلفه بتاعتك. انت عملت العلفه كده خلاص، اخترت المكونات، عملت العلفه، بتاكل الغنم. عاوز اعرف علفتي كويسه ولا لا؟ ده ان شاء الله هنعرفه في الفيديو الجاي باذن الله. في النهايه طبعا ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.